مساء الخير يا ولاد، اعتذر بس تخلص لي الستوكاج تاع التليفون. سي بوغ سا حبست لا فيديو من قبل، دونك هي راهي حطيتها ونكملو دايما. دونك وصلنا لهذا السؤال الاخير، المقارنه بين العددين ا و ب. لدينا ا يساوي 42 على 12 و ب يساوي الى اس. دونك طريقه على بالي، طريقه اللي رايحين يديروها التلاميذ كامل، يديروا 42 على 12 يساوي 3.5 ويقارنوها ب 2، وبالتالي يقول بان ا اكبر من ب. ياخي هنا يساوي 3.5 وهنا 2، دونك ا اكبر من ب. يمكن ايضا طريقه تاع توحيد المقامات، ابغي نديرو المقارنة بين الكسرين. ب هو 2، يعني 2 على 1. باش نقارنو الكسرين هادو لازم نرجعوهم إلى نفس المقام. 2 على 1 باش يولي 12 لازم نضربوه في 12 ويساوي إلى 24 على 12. ثم نقارن هذا الكسر مع هذا الكسر، هذا ب وهذا ا. نقارنهما، مقارنة كسرين لهما نفس المقام تعود إلى مقارنة بسطيهما. 42 أكبر من 24، منه 42 على 12 أكبر من 24 على 12، وبالتالي ا أكبر من ب. مفهوم يا ولاد؟ هذيك تاع هذا يساوي إلى آخره، هذيك خلاص نساوها دوكا. هذا اذا بالنسبه للتمرين الاول، انا كملناه. الان نمر الى التمرين الثاني. حل التمرين الثاني، اكمل قلكم اكمل الفراغات التاليه لما يناسبها. عندنا الاولى نقاط هنا على ناقص 3 يساوي الى ناقص 21. هنا واش تشوفوا؟ تشوفوا عفوا النتيجة سالبة، هنا المقام سالب في القاعدة تاع قسمة الأعداد النسبية. عندما نقسم أي عدد بأي إشارة على عدد سالب نتحصل على عدد سالب، والعدد الموجب الموجب على السالب يساوي إلى سالب. دونك هنا بينا باللي عدد موجب، داكور. هذا هو الأصعب يعني نوعا ما، هو اللي صعيب. سينو باش تلقاو هذا يجب يكفي أو علينا فقط أن نضرب هذا في هذا لكي نجد هذا العدد، ولا سميناه باغ إكزومبل أ. أ يساوي إلى ناقص 3 في ناقص 21، منه أ يساوي إلى 63. ومن بعد قلنا بويسك هنا سالب، دونك موجب على سالب يساوي إلى سالب، منه زائد 63 على ناقص 3 يساوي إلى ناقص 21. هذا بالنسبة للعملية الأولى. العملية الثانية، ناقص 9 في ناقص 16 ماذا يساوي؟ ناقص 9 في ناقص 16 ماذا يساوي؟ نبدأ دائما بالإشارات يا ولاد. ناقص في ناقص يساوي إلى زائد، ناقص على ناقص أيضا هو زائد. يكون جداء ولا قسمة إشارتين نفس الإشارة دائما يكون إشارة موجبة. ثم ديروا هنا تكتبوا بين قوسين الأعداد بدون إشارات، داكور. لازم تحطوها هكذا باسكو هذه المرحلة عليها نقطة. دونك 9 في 16 ما تحطوش مباشرة النتيجة، مفهوم؟ زائد 144. ثم ثالثا ناقص 45 يساوي إلى 50 ناقص ماذا؟ ناقص ماذا؟ داكور؟ هنا ولا سميناها إكس. ناقص 45 يساوي 50 إلى ناقص إكس. إذا ماذا نفعل؟ واش نديرو باش نلاقيو إكس؟ إذا إكس يساوي إلى
50 زائد 5 و 40 لا 50 ويساوي 95 زائد 5 و 90 داكورا. هنا واش تشوفوا يا ولاد؟ هنا النتيجة سالبة، معناتها كي طرحنا وقتاش نلقاو عدد سالب؟ كي ناخذوا عدد صغير نطرحوا منه عدد اكبر منه، تفضل اكس هذه يكون كبير عليه، معناتها 2 ناقص 5 يساوي الى ناقص 3. هذا واش حبيت نقول، هذا سالب، نتيجة سالبة وقتاش كي يكون العدد الذي نطرح منه يكون اصغر من العدد الاخر، هذا اصغر من هذا باش يكون العدد الناتج عدد سالب. داكور، اذا ناقص 45 يساوي الى 50 ناقص زائد 95. سي ماما. ثم رابعا ب هي جداء 28 عدد نسبي، ب يساوي عندنا في عدد الى اخره، هنا يوجد 28 عدد نسبي، من بين 28 هذو 14 يعني النصف 14 عدد موجب، دونك 14 الاخرين باسكو نديرو 28 ناقص 14 نجد 14، دونك نصهم اعداد موجبه ونصهم اعداد عندهم اشاره سالبه، هي اعداد نسبيه سالبه. داكورا، دونك حنا عندنا 14، هنا نكتب 14 عدد موجب و 14 عدد سالب. حنا عندنا في القاعده وفي الخاصيه قلنا باش نلقاو جداء الاعداد النسبيه السالبه عندما يكون فردي فالناتج يكون سالب، وجداء الاعداد النسبيه الموجبه السالبه عندما يكون زوجي فالناتج يكون موجب، معناتها كي يكون بايزوب ناقص هنا ناقص في ناقص هنا فردي ثلاثة، أتا ماما هنا ثلاثة عدد فردي، دونك ثلاثة هنا عدد فردي، ثلاثة أعداد سالبة عدد فردي، دونك الناتج يكون سالب. كي يكون جداء الأعداد عدد الأعداد النسبية السالبة زوجي كيما 4 باغيزومبل، 1 2 3 4، كاين 4 أعداد نسبية سالبة، كي يكون زوجي الناتج يكون موجب. داكور، والآن شوفوا نتوما 14 هل هو زوجي أو فردي؟ إذا هو زوجي، منه قالكم ما هي إشارة العدد ب، منه إشارة العدد ب يكون موجب، باسكو عندنا ديجا 14 موجبة و 14 هذوك الآخرين سالبة ناتجها هو موجب، إذا ب يكون موجب، إشارة ب موجبة. عفوا، هذا فيما يخص التمرينين 1 و 2 تاع الجبر، ومن بعد نجوزو التمرين الآخر تاع الجبر أيضا، نكملو في الجبر ومن بعد نجوزو الهندسة. إذا التمرين يقول، أولاك نحطهولكم هنا هكذا باش ديرو
على باليش كابتشور ديكرا ولا ديرو بوز لا فيديو ولا تقدروا تحطوا ديروا كابتشور ديكرو ولا بوز لا فيديو باش فوالا. دونك التمرين الاول يقول لديك الاعداد ا بي سي حيث عندنا ا تساوي نحسبه كلا من ا بي و سي ثم اعطي النتيجه على شكل عدد ناطق مبسط. أ يساوي 3 على 4 قسمة 2 على 9. نبدأ واحد بواحد. قسمة كسرين هو يساوي إلى الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني. إذن أ يساوي هنا في الضرب هو ضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 3 في 9 27، 4 في 2 هو 8. ثم ب ناقص 10 على 10 هذا هو ناقص 10 على 1 قسمة 3 على 4 ناقص 10 على 1 في 4 على 3. ب يساوي ناقص 10 في 4 1 في 3 ويساوي إلى ناقص 40 على 3. والكتابة المبسطة للأعداد الناطقة الإشارة تكون على نفس المستوى مع خط الكسرة. فوالا سي 1 على 2 ناقص 3 على 2 قسمة 2 على 3. هنا ما تقدروش تقولوا يساوي الى واحد باسكو هذا 3 على 2 مقلوبه 2 على 3 دونك نحسبوه نورمالمون. ناقص قسمه كسرين الاولويه للقسمه باسكو هنا عندنا الطرح مع قسمه اولويه للقسمه. 3 على 2 في مقلوب تاع 2 على 3 هو 3 على 2 منه سي يساوي 1 على 2 ناقص عفوا 3 في 3 9 2 في 2 4 ثم نوحد المقامات 2 لازم يولي 4 نضربوه في 2 دونك سي يساوي 2 على 4 ناقص 9 على 4 يساوي 2 ناقص 9 على 4 ويساوي الى ناقص 7. نكتبوا الكتابة المبسطة للأعداد الناطقة عفوا خط الكسر يكون على نفس المستوى مع الإشارة. فوالا. ثم السؤال الآخر أرجد أرجد فوالا. دونك السؤال الآخر أحسب كلا من حساب دونك نبداو أ ناقص ب في سي. هاد التمارين يعودوا بزاف يعودون كثيرا في الفروض والاختبارات. دونك عندنا أ هو 27 على 8 ناقص تحطوا لي لقيتو النتيجة. ب هو ناقص 40 على 3 في سي ناقص 7 على 4 فوالا فوالا هذه هي. ومن بعد
أ زائد ب قسمة س، نحسبوهما راني نكتبهم برك. دونك أ هو 27 على 8 زائد ب ناقص 40 على 3 قسمة س ناقص 7 على 4. ثم أ في ب زائد س 27 على 8 في ناقص 40 على 3 زائد ناقص 7 على 4. ما شاء الله. دونك هكذا نبداو بالحساب. نبدا بحساب ا العبارة الاولى ناقص ب في س يساوي تلقى نحطو برك الفرق ديالو. هيا ماما هيا هيا كيما شفنا فوالا نبداو الآن. دونك 27 على 8 ناقص 40 على 3 في ناقص 7 على 4 يساوي هنا 27 على 8 ناقص بالجداء، حنا عندنا ناقص في ناقص هو زائد، جداء كسرين 40 في 7 ثلاثة في أربعة، دونك يساوي 27 على 8 ناقص 4 في 7 شحال يساوي 280 على 12. ثم نوحد المقامات، المقام المشترك هنا الأصغر هو 24، ولا تقدروا تضربوا أيضا البسط في المقام ثم ناقص هذا في هذا على هذا في هذا نفس الشيء. دونك هنا نضربوا في 3 ولا حبينا نديروا هنا نضربوا في 2. 27 في 3 يساوي 81 على 24 ناقص 280 في 2 هو 560، ثم يساوي 81 ناقص 560 على 24 يساوي إلى ناقص 479 على 24. ثم نعمل عملية أخرى. أ زائد ب قسمة س يساوي 27 على 8 زائد ناقص 40 على 3 قسمة ناقص 7 على 4. قسمة عددين نسبيين، عددين ناطقين سالبين ولا آخر نسبيين سالبين كيف كيف نفس الشيء، ناقص على ناقص هو موجب، هي نفس القواعد دائما. دونك موجب وحنا عندنا 40 على 3 في مقلوب 7 على 4 يساوي إلى 27 على 8 زائد 40 في 4 3 في 7 يساوي إلى 27 على 8 زائد 4 في 0 0 4 في 4 16 260 على 21. وهنا
نديرو بنفس الطريقة 21 زائد 160 في 8 على 8 في 21 ويساوي هنا 27 في 21 زائد 160 في 8 على 8 في 21 168. دونك 567 زائد 1280 يساوي 1847 على 168. وأخيرا العملية الأخيرة A في B زائد C يساوي 27 على 8 في ناقص 40 على 3 زائد ناقص 7 على 4 يساوي 27 على 8 في عفوا هنا عندنا ضرب، هنا موجب هنا سالب باسكو الاولويه للجدال. الموجب في السالب هو عدد سالب داكور، ثم نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، ثم زائد ناقص 7 على 4 ويساوي ناقص 27 في 40 يساوي ناقص 1080 على 8 في 3 24، ثم زائد ناقص 7 على 4 دونك هنا باش نوحدوا المقامات هذا نضربه في 6 دونك ناقص 1080 على 24 زائد 7 في 6 هو ناقص 42 بالإشارة على 24 يساوي، نحتفظ هنا بنفس المقام، ناقص 1080 زائد ناقص 42، مجموع عددين نسبيين سالبين هو دائما عدد نسبي سالب بيان سور، ولكن نجمعهما تعود إلى الجمع المجموع، وكان كانوا مختلفين في الإشارة نطرحهما ألف مئة واثنين وعشرين بإشارة سالبة. فوالا مفهوم؟ فوالا هنا بالنسبة للتمرين مازال السؤال الأخير، أحسب الفرق بين C ثم قال بين B و C، بس لمقارنة الأعداد الناطقة يجب أن نقوم بالفرق، إيجاد الفرق. طيب إيجاد نحسب الفرق بين ناقص C. طيب B هو ناقص 40 على 3 ناقص C هو ناقص 7 على 4. ومن بعد قلنا إذا كان الفرق هذاك بين العددين الناطقين أصغر من صفر، سوف العدد الأول أصغر من العدد الثاني. إذا كان الفرق هذاك أكبر من الصفر سوف يجعل العدد، يعني هذا إذا كان أصغر من الصفر معناتها B أصغر من C، إذا كان الناتج هذاك اللي نلقاه أكبر من الصفر معناتها B أكبر من C، إذا كان الناتج صفر معناه B يساوي إلى C. تكنو واحد المقامات 3 مع 4 المقام المشترك هو 12، وكذا نضربه في 4 وهذا نضربه في 3 نجد ناقص 160 على 12 ناقص ناقص 21 على 12 فوالا. دونك عندنا نفس المقام، نحتفظ بنفس المقام هكذا، وفي البسط يكون هذا العدد هذا العمل يعفو ناقص 21. هنا قريتو بين ماما
يا الله. دونك هنا واش نحطو؟ لازم كي تكون الاعداد نسبيانه لازم ترجع الى جمع. دونك ناقص 160 زائد تتغير هذه الاشاره السالبه، يعني عمليه الطرح تولي الى جمع، بصح كي نبدلوها لازم الاشاره التي تاتي فيما بعد تتغير، دونك تولي زائد 21. ومن بعد نكتبوهم هكذا هنا، يعني مجموع عددين نسبيين مختلفان في الإشارة، سبق أحدهما سالب والآخر موجب. واش نديرو؟ تعود إلى طرحهما والنتيجة تأخذ إشارة العدد الكبير. ديجا العدد الكبير فيهم هو 160، 160 سالب، معناتها أن الإشارة تكون سالبة. ونديرو 160 ناقص 21 نجد 139، إذا النتيجة هو ناقص 139 على 12، وهو أصغر من الصفر. ناتج هذا سالب، وأصغر من الصفر منه ب أصغر من س. وعلاش كيما المثال اللي عطيت لكم، كي نديرو 2 ناقص 5 يساوي ناقص 3، باسكو خدينا عدد صغير ونقصنا منه عدد كبير، يعني 2 أصغر من 5، الأول أصغر من الثاني، سيبور سا الناتج يكون سالب. كي نديرو 5 ناقص 2 يساوي 3، عدد موجب، الأول أكبر من الثاني. و 2 ناقص 2 يساوي 0، يكونوا متساويين. هذا إذا بالنسبة لي الأعداد الناطقة، مراجعة الأعداد الناطقة. دوك نحبس هذا الفيديو ونزيد لكم واحد آخر.